لتسليط الضوء أكثر مشاهدينا على ملف إحالة ضباط كبار متهمين بممارسة الابتزاز والتعذيب وإحالتهم إلى القضاء، معنا هاتفيا من مدينة مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. مرحبا بكم. إذا مع قرار إحالة ضباط كبار تابعين للجنة الفريق أحمد أبو رغيف إلى تقاعد وكذلك إحالتهم إلى القضاء بتهم الابتزاز والتعذيب، هل فعلا تسلك حكومة السودان الآن مسارا إصلاحيا مختلفا عن سابقاتها، أم أن هذه الخطوة هي تأتي يعني في إطار تصفية حسابات الإطار مع مصطفى الكاظمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لنبدأ أن نستذكر أو نعود قليلا إلى الوراء ونتذكر بأن لجنة أحمد أبو رغيف تشكلت بقرار ديواني عندما كان مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء. القرار أفضى إلى تشكيل هذه اللجنة في آب 2020، وبعد عامين ونصف يعني وحالما تشكلت الحكومة الجديدة التي شكلها الإطار التنسيقي، قامت هذه الحكومة بإلغاء أو بالإعاز للحكومة الاتحادية، باعتبار الحكومة الاتحادية حكومة مسيرة كما برهنت كثير من الشواهد، مسيرة من قبل الإطار التنسيقي. في اواخر عام ديسمبر عام 2022 الغت هذه الحكومه صلاحيه اللجنه، يعني بعد انتظار سنتين ونصف. يعني كان لو كان القرار عادلا كما تدعي اللجنه او الحكومه او الحكومه اللجنه الاتحاديه او مجلس القضاء الاعلى، لكان القرار ابكر من ذلك يعني. فكانت هذه احدى الدلالات على ان الاطار التنسيقي كان يعتزم تصفيه حساباته مع مصطفى الكاظمي وتقليم اظفاره، وكان من قبل ذلك بشهر ايضا جوحي، رائد جوحي باعتباره كان رئيسا لجهاز المخابرات، ويعد رائد جوحي من ابرز رجالات مصطفى الكاظمي، فكانت هذه دلاله اخرى. فاذا نحن نميل ونرجح إلى أن تكون هذه الخطوات هي خطوات تأتي في سياق تصفية الحسابات مع مصطفى الكاظمي. أيضا المصادر أكدت أنه الضباط المحالين إلى القضاء مارسوا الابتزاز ضد مسؤولين متهمين بالفساد، لماذا إذن لم يكشف عن هوية هؤلاء المسؤولين الفاسدين؟ نعم، هناك يعني رشحت او علمنا عددا من هؤلاء المسؤولين، من بينهم رئيس التقاعد السابق يعني، وكانت يعني رائحه الفساد التي عمت هذه المؤسسه ومسؤوليته، وتم اعتقاله وتم مقاضاته، واعتقد انه حكم بعده اعوام سجنا يعني. رئيس لجنه التقاعد؟ نعم، رئيس لجنة التقاعد السابقة يعني. كان أحد هؤلاء الذين اعتقلتهم لجنة أبو رغيف يعني. صندوق الاستثمار ورئيس شركة الدفع الإلكتروني، هؤلاء الثلاثة معروفين بارتباطهم بالأحزاب التي تتشكلوا منها اللجنة في الإطار التنسيقي. وكما تفضلتم هنا أسماء المرتبطة بأحزاب الإطار التنسيقي لم يكشف عنها، لأنها إذا تم الكشف عنها فتكون هناك دليل إضافي إلى أن على أن العملية عملية تصفية حسابات كما أسلفنا. وهؤلاء سيعاد التحقيق معهم كما ذكرنا، هؤلاء الثلاثة الذين مر ذكرهم سيعاد التحقيق معهم، وعلى الأرجح سيتم تبرئتهم من الأحكام يعني التي صدرت بحقهم. نعم، يعني الآن نعم. إمكانية إعادة محاكمة شخصيات حققت معهم من قبل لجنة أبو رغيف، ألا يعد ذلك اعترافا ضمنيا بأن يعني تحقيقات هذه اللجان الحكومية هي مجرد إجراءات صورية لا أكثر؟ نعم،
هذه يعني احنا يعني لا نريد ان نقول ان الاجراءات التي قامت بها لجنه تبرغيثيا اجراءات عادله او كل الحكومات وكل اللجان التي تتشكل وتنبثق عن الحكومات السابقه والحاليه والقائمه كانت هذه العمليه السياسيه مستمره، كلها لجان مسيسه وكلها اللجان تتسم بعدم العداله وترمي الى تصفيه حسابات وتصدر احكام بالحقيقه هي مسيسه او مسيره من قبل الجهات التي تتصدر المشهد السياسي في العراق، لذلك لا توجد نزاهه لا توجد نزاهه مطلقا فيما يصدر عن هذه الحكومات واللجان المنبثقه عنها. المواطن العراقي فقد الثقه تماما بهذه الحكومه منذ زمن طويل. والعملية حاليا عملية تصفيات على الأرجح. نعم. هذه التصفيات إذن هل هذا القرار كفيل بإنهاء وفك أيضا الارتباطات للكاظمي بالجهات الحكومية النافذة؟ يعني هل هذه الخطوات كافية لتحجيم هذا الدور؟ دور الكاظمي أنا أعتقد أن دور الكاظمي تم تحجيمه، يعني الكاظمي بالأساس هو لا يمثل حركة سياسية أو حزبا سياسيا، الكاظمي جاء بالصدفة، خدمته صدفة عام 1000 التي كانت بتحيط 2019 ثم 2020، وكانت الكاظمي مدعوما من قبل التيار الصدري، التيار الصدري تخلى عن نفسه وتخلى عن ممثليه وتخلى عن دوره في العملية السياسية، وكان له حظوظ أكبر من حظوظ الحكومة، لكنه تخلى عن كل ذلك، فما بالك بأن يتخلى عن مصطفى الكاظمي؟ ممكن مصطفى الكاظمي كان يتعكز على التيار الصدري بكل وضوح بكل صراحة، قالها في يوم من الأيام أن مقتدى الصدر هو المجاهدين أو هو يعني قائد الجهاد وهذا الكلام والمقاومة، فلذلك فمصطفى الكاظمي لا أعتقد أنه سيعود مرة أخرى للمشهد السياسي، وأعتقد أنه انتهى سياسي. إذن من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.